حياكم الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية ونبدأ بالعناوين. في المدى نجفيون يفتقدون البرامج الانتخابية، الدعايات عبارة عن صور وتسلسلات فقط من دون أي مشاريع. في يقين زراعة صلاح الدين تحذر من كارثة تهدد القطاع الزراعي. وفي موقع عربي 21، هل اتفق العراق وإيران على نزع سلاح المعارضة في كردستان؟ اقرأوا في العربي الجديد، طوابير طويلة وحالة هلع أمام محطات البنزين في بريطانيا. في وول ستريت جورنال، واشنطن تبحث عن عرض بوتين بشأن استخدام قواعد عسكرية روسيا في أفغانستان. في القدس العربي، حزب العمال البريطاني يؤيد معاقبة إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين. ونقرأ من فاينانشال تايمز، انتخابات ألمانيا تفتح الباب أمام الحديث عن استقلالية أوروبا وجيش موحد. نبدأ مشاهدينا من صحيفة العربي الجديد ومقال للكاتب إياد دليمي، قال فيه: لا يبدو أن الكتابة عن السجون العراقية يمكن أن تنتهي عند حد، فطالما أن هناك ما دامت هناك حكومة عوراء لا ترى ما يجري من فضائح وانتهاكات يندى لها جبين الإنسانية، فهذه السجون باتت محاضن للموت ومعاقل لتشويه الإنسان روحا وجسدا، فضلا عما تسببه من مآس لذوي أولئك المعتقلين والمطحونين بين رحى. يعود الحديث عن السجون والنسيان العراقية هذه المرة مع قصة أقرب إلى الخيال، فقد جرت وقائعها في مدينة بابل جنوب بغداد، وأفرج عن متهم بقتل زوجته وإحراقها ورمي بقاياها في النهر بعد أن تبين أن الزوجة ما زالت على قيد الحياة وظهرت بعد اختفاء شهر. لم يلتفت الكاظمي إلى الدعوات التي انطلقت بعد حادثة رجل بابل إلى فتح التحقيق في آلاف الملفات والقضايا التي يرزح أصحابها في سجون العراق على امتداد خريطة الوطن، واكتفى بسجين بابل وكأن العراق خلا من أمثاله وكأن حادثته الوحيدة التي عرفها العراق، فيما تفيد إحصائيات وزارة العدل بأن هناك قرابة 50,000 سجين في مختلف السجون العراقية، بينهم نحو 25,000 حكم عليهم بالإعدام من دون أن تخبرنا الوزارة عن إجراءات التقاضي التي مهدت لحكم كل هذا العدد الكبير بالإعدام. وإذا ما رغبت في تقصي واقع السجون والسجناء في العراق، يكفي أن تستمع لبعض القضاة ممن قرروا الاستقالة من هذه المهنة بعد أن تحول كثيرون منهم إلى ألعوبة بيد الميليشيات والقوى والأحزاب الحاكمة. فمثل هؤلاء المستقيلين على قلتهم يخبرونك بما تشهده سجون العراق من انتهاكات وانتزاع للاعترافات بالقوة، بل هناك تصرفات سادية تخجل من سماعها يمارسها ضباط التحقيق، وهناك عمليات بيع للسجناء داخل الزنازين، حتى وصل الأمر إلى أن سجناء مغيبين لا يعرف أهلهم عنهم شيئا منذ سنوات، وآخرون حكم عليهم بالبراءة لكنهم ما زالوا تحت ظلم السجن وظلمته، ومرت عليهم فيه سنوات لا تقتصر قصص السجون العراقية على ما يجري وراء القضبان من عمليات تعذيب وانتزاع للاعترافات بالقوة وسادية وإجرام يمارس بحق سجناء أغلبهم تم اعتقالهم لأسباب طائفية بحتة، وإنما تمتد إلى خارج السجون، فمع كل مقابلة لأهالي السجين يبتزهم السجانون، حتى وصل الأمر إلى أخذ مبالغ ضخمة من هؤلاء الأهالي المغلوبين على أمرهم من أجل السماح لهم بإدخال بضع لقيمات لسجينهم. أضاف الكاتب: لقد تمادى بعض السجانين بأن طلبوا من ذوي بعض المعتقلين مبالغ ضخمة من أجل توفير جرعة علاج بسيطة يحتاج السجين لعلاجه من بعض أمراضه كالسكري وغيره.
لم يعد مجديا أن تغص منظمات حقوق الإنسان أن تغض الطرف عما يجري في السجون العراقية، بل لم يعد ممكنا أن يغض المجتمع الدولي الطرف عن تلك الممارسات التي تجري في السجون العراقية، لأن ذلك سيعني أن هذا المجتمع الدولي داعم لهذه الممارسات ويقر الحكومة على ما تفعله، ولا عزاء لنحو 25 ألف عراقي ستتدلى رقابهم من حبال المشانق بتهم أغلبها كيدية. إلى الكاتب مثنى عبد الله الذي قال في صحيفة القدس العربي، قال إن رئيس الجمهورية لم يكن قبل عام 2003 يعترف بالعراق أرضا وشعبا ووجودا، كان الرجل قياديا في حزب قومي ويعد العراق دولة مصطنعة ويسعى للانفصال عنها، ومن أجل هذا الهدف خاض الحزب صراعا مسلحا ضد السلطات فيه منذ تأسيس الدولة العراقية حتى ساعة الغزو والاحتلال، ولأن العامل الخارجي هو الذي أوصل رئيس الجمهورية إلى المنصب الذي يتبوأه حاليا، فقد بات لابد أن يلف الرئيس نفسه ببدلة عراقية. لكن الذي يجب أن يعرفه الرجل وشركائه في العملية السياسية هو أن التاريخ لا يمكن عكسه بالاتجاه الآخر، أي أن من قضى عمره لا يؤمن بالعراق الموحد أرضا وشعبا ومياها وسماء وكان يعمل ضده طوال السنوات، لا يمكن أن ينزل عليه وحي الإيمان بهذا الكيان فجأة، ولذلك فشلوا جميعا في إدارة الدولة العراقية خلال أكثر من 17 عاما، لأنها شيء ثانوي في عقلهم السياسي. وقد كانت قوى الاحتلال واعية تماما هذه المسألة وتعرف أن من مسكوا الأرض باسمها وتسلموا السلطة وكالة عنها لا يعنيهم إن أصبح العراق دولة فاشلة أو منكوبة، لأن التسوية السياسية على أساس وطني غير مهمة بالنسبة لها بقدر اهتمامها بتحقيق مصالحها الاستراتيجية فيه، ولأن الحكام الجدد يعتبرون الارتباط بالخارج أهم من السلم الأهلي لأن به دعم مالي وسياسي، فإن القوى الخارجية ضمنت وجود ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات فيما بينها بعيدا عن التماس المباشر الذي قد يقود إلى حروب مدمرة لا يريدونها. بات العراق في ظل رئيس الجمهورية الحالي ومن سبقه وبقية الشركاء أنموذجاً فوضوياً لمسلماته الجغرافية وتجربته التاريخية وتكوينه المجتمعي. إن الدعوات التي أطلقها الرئيس أمام محفل دولي مهم طلب المساعدة من الآخرين في تحقيق السيادة العراقية والاستقرار والأمن، والتي كررها في مناسبات عديدة أخرى تشير بوضوح تام إلى افتقاره والطبقة السياسية كافة إلى برامج حقيقية فاعلة للنهوض بالواقع العراقي، وتعطي أيضا مؤشرا قويا إلى أن المناصب قد أفرغوها من مضامينها وجعلوها مصدرا للجاه والوجاهة والثراء بعد أن اختزلوا العمل السياسي بالحصول على منصب. يقول الكاتب طالب عبد العزيز في مقال نشرته صحيفة المدى إن سلطة القانون تراجعت كثيرا في العقود العراقية الأخيرة وفرضت القوة ولغة السلاح الأمر الواقع في قضايا معقدة داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، صار السلطة العشيرة والحزب المسلح هي الأقوى، حتى قرأنا عبارات كتلك التي كانت مثيلة في شط العرب والتي تقول الدائرة محروسة برجال العشيرة. استثمرت أكثر من عشيرة ضعف الحكومة فأسقطت أكثر من مبنى حكومي في أكثر من مدينة، وهكذا فالدولة برمتها وتأمين حياة الناس في خطر دائم. إذا لم تستعد الدولة قوتها ولم تتمتع بسلطة تنفيذية ذات عزيمة وقديرة على المواجهة، وإلا فلن تستطيع حماية ما بنته وأنفقت عليه المال وأعدته ليكون المستقبل.
ظهر الأخ محافظ البصرة في مقطع فيديو وهو يورد الحجة تلو الأخرى ليقنع أحد المتجاوزين الذي بنى مضافة وسط الشارع في مشهد يكشف جانبا من ضعف السلطة. لم يكن مطلوبا منه شرح قضية كهذه، حيث لا أخلاق هنا، إنما تجاوز معلوم، لذا يجب أن يخضع المتجاوز إلى سلطة القانون وقيام الحكومة بنصحه وإرشاده كذلك والتوسل إليه ومن ثم تعويضه، يجعل من قوانينها خرقة. من قال بأنه من الحكمة التعامل بمثل هذه الطريقة في إقناع الناس بأهمية وجود الحاكم؟ وكيف سيضمن المواطن البسيط حياته وأمنه وماله وعرضه مع وجود مثل هؤلاء؟ من موجبات السلطة ألا تتسرب قيم وأعراف العشيرة إلى قوانين الدولة. تطالعنا الكثير من المقاطع الفيديوية التي يتظلم أصحابها فيها مستنجدين بالمرجعيات الدينية والقضاء أو بأحد مسؤولي الأحزاب، في ظاهرة تكشف عن خواء في التنفيذ وعن ما يتعرض له المواطن من حيف وتعسف رجال آخرين لصوص أو قتلة، باحثا عن منقذ لحياته وماله. أضاف الكاتب: فهذا صاحب الشركة للصيرفة تعرض لسرقة أمواله يشكر الحكومة على تمكنها من إلقاء القبض على اللصوص، ولكنه يتعرض إلى ابتزاز ذويهم اليومية والإغارة عليهم بالسلاح، ويأتونه من محافظة في البصرة وفي محافظة في منطقة من شمال محافظة البصرة، وليس من واجب الرجل الاستنجاد بالطريقة المذلة هذه ولا استنهاض الهمم في المحافظ والشرطة والقضاء، فما هكذا تدار الدولة. يرى الكاتب والصحفي التونسي محمد كراشان في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد يتجه بالبلاد نحو حكم أوتوقراطي، وذلك من خلال الإجراءات التي اتخذها في المدة الماضية. ويرى الكاتب في المقال أن أسطورة الإجماع على المسار الديمقراطي في تونس انهارت على يد رئيس الدولة قيس سعيد الذي وصل إلى المنصب سنة 2019 من خلال تصويت مناهض للمنظومة الحاكمة. إن الحدث لا يعتبر كارثيا على التجربة الديمقراطية في تونس فحسب، بل على العالم العربي بأسره، حيث كان ينظر إلى الأنموذج التونسي على أنه بصيص أمل للمنطقة في ظل الأنظمة الدكتاتورية والحروب الأهلية، لكن هذا الشعاع قد انطفأ للتو. ولا شك حسب رأي الكاتب أن انقلاب 25 من تموز يوليو هو الذي مهد للمسار الحالي، حيث تولى قيس سعيد كل السلطات بموجب المادة 80 من الدستور، متذرعا بمواجهة خطر وشيك يهدد البلاد. ويعتقد كريشان أن الشعب رحب بتلك الخطوة بسبب السخط العميق على الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد من صراعات سياسية وتدهور اجتماعي واقتصادي وأزمة صحية حادة خلفتها جائحة كورونا. لكن ما كان يفترض أن يكون بادرة مؤقتة لمواجهة الوضع المتأزم وتصحيح المسار أصبح خطوة أولى تؤسس لنظام جديد، حيث جاءت المرحلة الثانية من المغامرة التي يخوضها قيس سعيد في 22 من سبتمبر أيلول الجاري لتضفي الطابع الرسمي على الانجراف نحو الاستبداد بإلغاء قسم كامل من دستور 2014 والذي يتيح للرئيس تنقيح الدستور بالكامل خلال الفترة القادمة. لا جدال حول أوجه القصور والفساد في المنظومة الحاكمة منذ 2011 والتي أدت إلى حالة من الشلل الاقتصادي وجعلت فئة كبيرة من الشعب المحبط ترى في سعيد المنقذ الوحيد من هذا الوضع، وكان على سعيد في هذه الحالة أن يوحد الشعب لا أن يمزقه، وأن يحافظ على ثقافة الحوار التي ميزت تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس والتي حصلت بفضلها على جائزة نوبل للسلام سنة 2015.
وأضاف الكاتب أن على تونس وهي على شفا الإفلاس لا تستطيع تحمل مخاطر هذه الخلافات المصطنعة، مؤكدا أن الفرصة ما زالت قائمة بعد تجنب الفوضى، لكن على الرئيس سعيد أن يفهم أن المجتمع المدني التونسي ما زال موجودا وأن تاريخه جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية وأن الاستماع إليه سيعزز فرص الخروج من الأزمة، أما تجاهله فإنه سيفتح أبوابا نحو المجهول. هل ستشهد مرحلة ما بعد ميركل ولادة جيش أوروبي موحد؟ هذا تساؤل للكاتب جدعون ريتشمان، قال إن الانتخابات الألمانية يجب أن تكون بمثابة صحوة لأوروبا وأن تفتح بابا لإمكانيات جديدة. وجاء في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أن الحكومة الألمانية المقبلة ستكون ملتزمة بجيش أوروبي، مشددا على أن كل الأحزاب تدعم هذه الفكرة، والحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي فاز بهامش ضيق ميال لها أيضا. الخطاب المتكرر حول السيادة الأوروبية والاقتصاد الاستراتيجي والجيوش الأوروبية فيه قدر من الفانتازيا، فالحقيقة الصعبة هي أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيداً عن تحقيق قوة الإنفاق والبنى أو الرؤية لتحويل هذه الأفكار إلى واقع، وهذا لا يعني أن الاستقلال الاستراتيجي هو فكرة سيئة أو أن أوروبا مكتوب عليها أن تظل بلا أهمية استراتيجية. وشدد الكاتب على أن القوة الاقتصادية والضغوط الأخلاقية ليست بديلاً عن القوة العسكرية، وأكدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة أن صبر الولايات المتحدة في تقوية الدفاع عن الأثرياء في أوروبا قد نفد، كما لم يعد الاستقرار السياسي في أوروبا أمراً مفروغاً منه، فهي بحاجة للدفع من أجل استقلالية استراتيجية كحماية لها ضد ظهور ترامب جديد والذي كان معادياً للاتحاد الأوروبي والقيم الديمقراطية الليبرالية وبريطانيا بريكسيت أكثر عرضة لهذه الإمكانية. وقال ريتشمان إن دول الاتحاد الأوروبي لا تنفق إلا أقل من 200 مليار يورو 228 مليار دولار سنوياً على الدفاع، مقارنة مع 700 مليار دولار تنفقها سنوياً الولايات المتحدة على الشؤون الدفاعية، كما أن النفقات الدفاعية الأوروبية موزعة على عدد من الميزانيات الوطنية، ويعني تكرار الكثير من الوظائف في وقت تغيب فيه قدرات مثل النقل الجوي. والأخطر من هذا هو غياب الرؤية السياسية الموحدة التي تدفع باتجاه الاندماج الدفاعي. وأضاف ريتشمان لا تزال المعوقات البنيوية والمالية والسياسية ونحو أوروبا مستقلة وكبيرة، ولكن الفرنسيين والألمان رغم إحباطهم من بعضهم البعض لديهم حس مشترك للعمل معا، وستؤدي مرحلة ما بعد ميركل في ألمانيا لفتح كثير من الإمكانيات. ستكون فرنسا أيضا متحفزة من جديد بشأن فكرة أوروبا المستقلة، ولن تتحرك القارة نحو هذا الخيار إلا في ظل أزمة عميقة كعودة دونالد ترامب مثلا إلى البيت الأبيض. ونبقى مع ملف ألمانيا بعد ميركل، إذ نشر صحيفة نيويورك تايمز مقالا للبروفيسور أوليفر ناتشوي أستاذ علم الاجتماع بجامعة بازل، وهو مؤلف كتاب أزمة ألمانيا المخفية التدهور الاجتماعي في قلب أوروبا، علق فيه على نتائج الانتخابات الألمانية وقال فيه: سنة أنجلا ميركل في الحكم تقترب من نهايتها ولكن ليس بعد. في الفترة الانتقالية ستواصل ميركل مهامها كمستشارة لحين تشكيل الحكومة، وهي نتائج مثيرة للدهشة بطرق متعددة، فقد ظل حزب الخضر والاتحاد المسيحي الديمقراطي في مقدمة استطلاعات الرأي،
ولكنهما فشلا وعانت الحملات الانتخابية لهما، حيث لم يستطع مرشحاهما إقناع الناخبين بأنهما خليفتان حقيقيان لميركل. وبدأ زعيم الحزب الاشتراكي أولاف شولتز مرشحا قويا للخلافة، لكنه تراجع، ولهذا لم يكن هناك فائز حقيقي وحاسم. وربما كانت الانتخابات الأخيرة بداية جديدة في ضوء التحديات الملحة، مثل زيادة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وتآكل البنية التحتية والتغيرات المناخية. وكانت الانتخابات فرصة لرسم طريق أكثر مساواة للقرن الحادي والعشرين، وبدلاً من ذلك ظلت ألمانيا عالقة، فميركل ستغادر المشهد، ولكن ألمانيا التي رعتها بحذر وهدوء وخوف من التغيرات الكبرى ستواصل طريقها كما في الماضي. ومنحت الحملات الانتخابية مفاتيح أولية، فعادة ما يحاول المرشحون للمناصب العليا إبعاد أنفسهم قدر الإمكان عن الرئيس أو المسؤول في الحكم، وإظهار تفوق رؤيتهم للبلد على الموجودة. وفي ألمانيا تنافس المرشحون على تقليد سياسات ميركل وأسلوبها في سياسة الوسط، وهي السياسة التي منحت ميركل 4 انتصارات متتالية. ولا توقف التداخل بين المرشحين عند الأسلوب السياسي، فبعد 16 عاما على حكم ميركل استقر البلد في حالة من الوضع الراهن، ولا شيء جاهز للتغيير سواء كان اقتصاديا أم اجتماعيا أم بيئيا. فمن الناحية الاقتصادية لم يكن هناك أي مجال للتغيير، ذلك أن ألمانيا تقدر قيمة استقرارها المالي المتكيف مع التجارة الدولية والمكيف نحو التصدير وبقطاعين للتصنيع كبير. ومن أخبارنا المنوعة في عنوان توظيف 100 نساء بحقول الزعفران، سيدة أعمال أفغانية تتعهد بالدفاع عن حقوق المرأة. ففي تقرير مصور نشر صحيفة القدس العربي صورا لتلك المزارع، وتعهدت سيدة أعمال أفغانية بتوظيف 100 الأفغانيات برفع الصوت حول حقوق النساء. وقالت شفيقة عطاي إنها توظف النساء في حقول الزعفران وستدافع عن ذلك حتى بعد وصول حركة طالبان. وقبل الختام لنا وقفة مع رسوم الكاريكاتيرية. في نهاية جولتنا الصحفية مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيتنا ولقاء آخر إن شاء الله يوم غد مع صدى أقلام جديد في رعاية الله.